انتم تسمعوا في برمجة خاصة بلقاء المغرب وفرنسا على EFM أحلى غاديو فرصة ماروك. ورجعنا لكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، مواصلين في تخطيطنا المباراة ونهاية ما بعد مباراة المغرب وفرنسا. المغرب اليوم والمنتخب المغربي الشقيق وسود الأطلس تلعب من أجل المركز الثالث، معناتها زاد مهم كمان نلعبوا مع منتخب كرواتيا اللي سبق له نلعب له في المجموعة متاعه، وكان التعادل معناتها في المباراة. دونك منتخب المغربي مازال معني معناتها بالمركز الثالث. قبل ما نرجعوا فنيا على المباراة نمشي مباشرة مع حكمنا مختار دبوس في تقييم الحكم المباراة. شوط أول أعطيته 7/10، شوط ثاني كيفاش شفت التحكيم مختار دبوس؟ أغزولي كلهم سعوفاء نسمع حمزة. فيك ما نيش نغزولك لا اسموني ساعة قبل كل شيء نحب نسلم على حماو ونسلم على مهدي وسبيرم ما سلمتش عليهم في التقييم الحكم في وأحمد زادة ما سلمتش عليه وأحمد زادة قوية سمحوني خاطر انت ديما تدخل لي حمزة هكذا هكذا تخليني ديما ما تخلينيش مرتاح. أغزولي حمزة اليوم اليوم اكتشفنا اللي رغم المقابلة كبيرة الحكم ما كانش في نيفو المقابلة. شنو الفرق ما بين حكم وحكم؟ قول لي راك حمزة شبيك متحامل عليه هو من المكسيك ونحن من هنا، لينا حكم متوسط حبوا يجاملوه يعطيوه الدمي فينال باعتبار المكسيك ما فهمتش علاش. لينا بتي ديتاي تعرف شنو الفرق بين اربيتر كبير وصغير هو لي بتي ديتاي. لينا التدخل من مبابي على حارس المرمى شفناها التدخل الاولاني هذاك في اول ذولي 3-4 دقائق لا في الشوط الثاني راهو مبابي وقت اللي طاح مازالت زادت توجه الكرابون تاع السبيدي نتاعك في ساق حارس المرمى. لينا الاستديو صار والكرابون ضرب حارس المرمى وبعد الغريبه ما خرجت السفره قلت مبابي بالك في ديزيكيليبر ولا حاجه وترجع بالاتير ولاك صار معناها التدخل صار من مبابي على حارس المرمى. ما انا كان عليه انذار مبابي وما يهمكش فيه انت وين طايح مش طايح ما لازموش يكون لازم يبعث يا اخو ما يتدخلش مع حارس المرمى. رينا تدخل من مرابط على مبابي كان حقيقه الامر تدخل شرعي يلعب بالكوره رغم انه الحكم ديما منعاودوا فما كاميرا كيتصور من فوق كنشوف حمزه كي مبابي يخرج ويحطك السرعه القصوى نتاعو عليني كنشوف الحكم وين معناها مستحيل وبخص من الجهه اللي على اليسار ما فيهاش جمله راهو اسيستون باش يعاونوا معناها بعيد بعيد كومبليتمون منه اكسيون مبابي هب وجرى والاربيتر مازال ما قراتش السونتر معناها فيزيكمون يذكرني بروحي انا كي كنت مزفر الحقيقه تعرف لا 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 التدخل الثالث لان تدخل عنيف على مبابي اللي عدد يظل 20 داري هذاك نزلوا على ساقه مالمون راهي ورقه صفراء ومخالفه لمبابي يخلي لافونتاج المغرب شويه نتعادل بهم المغرب. رينا من بعد رينا يظل لي تضيع وقت من تيران في دقيقه عباد على اعصابه ويهز في الكوره ويمشي بها وبعد خرج بتنبيه شفوي وتنبه عليه وتعطيه تنبيه شفوي اللي عملت به تنبيه شفوي في الوقت هذاك او العباد نورمالمون الصفرة نتاعك راك من بلاصتك تخرجها وتكتب وتعطيه البلاصه نتاعو. حكم الحقيقة نتاع ربي متوسط ما جاتوش حاجات كبيرة ما جاتوش بلانتيات ما جاتوش حاجة كبيرة باش نقول مرة أخرى 6.5/10 كما قلت في أول واحد نتاعي بربي يا حمزة حتى لو كان باش نشيل حاجة معينة وباش نخرج من اختصاصي تعطيني الإمكانية حمزة بيان سور بيان سور مختار ملا مرابط حمزة وملا جوار كي تكون عنده الكرة شعب كامل يتهنى الحقيقة نتاع ربي ما نعرفش إذا كان أولادي يشاركوني صحيح معناها كي نغزلوا ماذا بيا يكون تونسي والله نتمناه تونسي شعب كامل يرتاح وما نعرفش تحسه من تالي هو اللي يشد ما فماش ريسك كبير أنا تتفكلوا الكرة معناتها لا 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 ما فماش قلت لك شعب يرتح شعب يرتح شعب شعب كامل من كبير وصغير يرتاح تشد الكرة عند مرابط وحلم وفاء وشكرا للمنتخب المغربي. مازال الحلم يا مختار معناتها انا جست معاك في كل شيء في اللي قلته في تقييمك للحكم
في معناتها في كلامك على المرابط، لكن حلم فيه راهو احنا ما زلت مرتبة ثالثة، كاتريام بلاس هو حلم زادة، معناتها لانويتيام هو ما اللي بدا في لانويتيام، حلم بعد لانكار حلم ومن بعد دومي فينال راهو ما زلنا عايشين في حلم، معناتها اللي عايشينه مش حلم فيه معناتها غادرت ولا المغرب مغرب اليوم ما كان بون تقول انت تقول انت احنا طمعنا نمشيو لبعيد اكثر باش نكمل انا حمزه حتى ديما تقص لي ليهك. هو حلم بالنسبه لنا احنا وكان كابوس في المكتب الجامعي التونسي على راس مذيع الجري تو تفردوا باش يرقدوا كي المغرب ما وصلش للفينال باعتبار اللي كان ما هنوهمش ما نصورهمش كان حابوهم يوصلوا للفينال حسب رايي انا وتقديري يا حمزه. اليوم ارتاحوا المكتب الجامعي كانوا كل ربح المغرب احراج المكتب الجامعي نتاعنا على المشاركه اللي هما يقولوا رانا خرجنا من ما لا هذوما والكره نتاع اليوم. اليوم حمزه رينا المنتخب المغربي ما عادش حسين جاني كان اليوم انا اللي المنتخب المغربي قادر يهز كاس العالم هكا ولا يا حمزه. اليوم ريت كره دور فرنسا تستنى التالي والمغرب مسيطره ما عادش انا تخيلتها في الفينال مع الارجنتين دقيقة نتاع ربي كاس العالم تعدى في جنب المغرب على غالب انا هذا تخيني راهو حمزه مش مش نحكي على حلم بالنسبه لي نحن ديما نقارن المغرب تونس المغرب تونس مانيش قاعد نحكي على المغرب وتونس والمغرب ان شاء الله نهار نوصل دومي فينال يا حمزه ونكونوا في التيجو في اللي افهم ونحلوا دومي فينال تونس ومنعرفش كيما اللي باش يجي معانا ان شاء الله ان شاء الله واضح ان شاء الله ان شاء الله بيصير وهذا اللي نتمناه. خلنا نرجع للمباراة فنيا مباراة في الشوط الأول في الشوط الثاني في العموم معناتها اليوم منتخب مغربي صحيح مش المنتخب المغربي اللي شفناه ماتش البرتغال لكن ممكن المنافسة اللي يفرض عليه طريقة اللعب حتى ممكن 20 دقيقة تقريبا فقط الركراكي معناتها كان بثلاثة في اللاكس غير معناتها في تغيير في تغيير للفورماسيون معناتها غير عمل تغيير دونك رجعوا للزوز برك في اللاكس تحسنت شوية اللعبة مع عدة تغييرات قام بهم الركراكي. خليك فنيا انت بيرم معناتها كيف شفت المباراة ككل كيف شفت التعامل مع المباراة باش ننطلق من رقم حمزة انه نسبة امتلاك المنتخب المغربي اليوم 61% مقارنة 39% المنتخب الفرنسي وهي اول مباراة في كاس العالم هذه يوصل المنتخب المنتخب المغربي انه يستحوذ هو على اللعب. شفنا المنتخب المغربي في المباريات اللي قبل فيها اللعب واللي ما تجاوزش فيها نسبة الامتلاك 27% خرج بنتيجة المباراة. اليوم المباراة اللي امتلك فيها الكرة خرج معناها خرج منهزم فيها. شفنا مواجهات داخل المواجهة شفنا مواجهة بين المدربين بين الركراكي وبين ديشان واللي انتصر فيها ديشان معناها في بنتيجة المقابلة لأنه حتى تعامل الركراكي خاصة في الشوط الثاني كان ممتاز مع المباراة خاصة معناها مع التغييرات اللي قام بها وفرض أسلوب اللعب والضغط على دفاع المنتخب الفرنسي وإلا لكن في مقابل قاء منتخب واقف منظم دفاعيا منظومة دفاعية متكاملة. شفنا كيف كيف اليوم اللي عمل الفارق هو الفرق بين الحارسين بين لوريس وبين بونو تدخلات لوريس في مقابل انه بونو اليوم مش بونو اللي شفناه في المباريات اللي فاتوا معناه حتى في الخروج على الكرات العرضية ولا في الركنيات معناه ما كانش يخرج وكم كرة تعدت على مهاجمي المنتخب الفرنسي وكانت معناه محاذية للمرمى وقت اللي نشوفه معناه بقيت حتى بقية الأرقام نشوفه انه عدد التمريرات بالنسبة للمنتخب المغربي 591 تمريرة كان ناجح في 528 تمريرة في مقابل انه المنتخب الفرنسي من 368 تمريرة نجح في 310 فقط. شفنا التوزيعات انه وهنا نقطة الاستفهام الكبيرة انه المنتخب المغربي اللي تفوق في المباريات اللي راحت ولا المباريات الفايتة في العرضيات ولا في التوزيعات اليوم نلقاو من 21 توزيعة فما توزيعة واحدة فقط معناها اللي كانت ناجحة في مقابل انه المنتخب الفرنسي من 8 توزيعات نجح في 4. شفنا التمريرات بين الخطوط بالنسبة للمنتخب المغربي كانت 74 في مقابل 67 للمنتخب الفرنسي. كسر الخطوط تقريبا 111 نجح فيها المنتخب المغربي من 162 تمريرة اللي كسر الخطوط في حين انه المنتخب الفرنسي نجح في 82 من 122.
الهجومات داخل المنطقة 13 للمنتخب المغربي مقابل 15 للمنتخب الفرنسي. الهجوم على الجهة اليسرى 14 وعلى الجهة اليمنى 25 للمنتخب المغربي. وهنا نشوفوا أنه الجبهة اليمنى اللي خدمت خلينا نقوله في الشوط الأول كانت أكثر نجاعه هجومية معناها، وحتى في الشوط الثاني بتحرك المحور بتوصية من المدرب في الزيادة العددية على الجهة اليمنى وبالتالي القيام بالعرضيات، في مقابل أنه المنتخب الفرنسي كانت 15 هجمة على الجهة اليسرى جهة مبابي مقابل 8 على الجهة اليمنى. شفنا الأهداف اللي تسجلت للمنتخب الفرنسي، الهدفين كانوا داخل المنطقة، كانت معناها كرة على اليمين والكرة الثانية على اليسار خلينا نقوله مع وقت اللي ما يبعدوش على بعضهم برشا معناتها، كلهم كما في كمالة معناتها تكمل جي قدام الملابي كمالها معناتها، الهدف الأول جات قدام إرنانديز والهدف الثاني معناتها زاد كيف بعد محاولة تسديد من مبابي جات قدام الاتاكون، لكن فما حركية معناها ذكية من مهاجم المنتخب الفرنسي اللي كان موجود معناها ما قلناش وزير معناتها ما قلناش احنا بالزهر، لكن اكيد فما بلاسمو يرو بلاسمو انه كان قدام المدافع انه تحرك ومن بعد مشى في الظهر نتاعو فهمتني وطلب الكرة وحط الكرة في الشبكة، في مقابل انه الظهير الايسر المنتخب الفرنسي اللي المفروض كان عندك المهاجم عندك في صدرك معناها انك تخليه يتحرك ويطلب الكرة في الظهر بالطريقة هذيك معناها انه معناها في اول لمس للكرة يحط كرة في الشبكة. هنا تعرف انه جزئيات بسيطة هي اللي تقوم بالفرق، والجزئيات هذه هي اللي عملت الفرق اليوم، انه الكرة الاولى راجعة من بونو ترجع في وسط المنطقة في منطقة 18 معناها ما كانتش كرة اللي كان ينجم يخرجها عرضية ولا على الركنية، خرجت الكرة داخل المنطقة وتسجلت الكرة. الهدف الثاني كانت تقريبا مبابي اللي عمل كل شيء مراوغة وسط المنطقة 3-4 لاعبين انه يخرج كرة في ظهر الظهير الايسر وتكمل نفس الشيء في الشباك. هذا اللي قلنا انه الفارق اليوم كان بين الحارسين، انه حارس كان حاضر على كل عرضية على كل كرة معناها، ونعرفوا اللي فما كور هما اللي دخلوا الحارس في المباراة تقريبا من الدقائق الاولى معناها دخل في المباراة خاصة في العرضيات عنده قراءة ممتازة معناها للتراجيكتوار نتاع الكرة، كان خارج على كل كرة وتوافق في كل الكرات بدون استثناء. في مقابل معناها انه بونو اليوم تقريبا ما خرج على حتى كرة، ما خذا حتى كرة معناها عرضية هوائية فضائية. هذا اللي عمل الفارق. شفنا نفس الشيء مباراة داخل المباراة بين مبابي وبين حكيمي، واللي مبابي معناها خذا فيها الأسبقية. بعد شفنا ديشان وقت اللي رجع مدرب المنتخب المغربي لتثبيت معناها حكيمي على الزيادة الهجومية، تغيرت معناها أسلوب اللعب منتخب الفرنسي، وكان اللي كان من الجهة اليسرى تحول معناها الهجمات أغلب الهجمات صارت تقوم على الجهة اليمنى المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي. شوف حمزة خليني نخرج ربما شوية من التكتيك لأنه الكوتش اللي أعطاه فكرة كاملة الحقيقة، وخليني نقول هذا هو تعريف تاع الانسحاب المشرف والخروج المشرف. احنا اللي خرجناه في والمشاركة المشرفة إذا كان نحب مشاركة مشرفة وخروج مشرف فهذا اللي صار اليوم الحقيقة في مباراة النصف النهائي، لأنه المنتخب المغربي أعطانا درس الحقيقة. المنتخب المغربي اللي تادي سبيري متاعه وتشوف المنتخب هذا حتى بعد تأخره نتيجة هدفين لصفر كيفاش يقاتل لآخر الدقائق. المنتخب المغربي اليوم مش من فراغ، إذا كان نقاو في المستوى العالمي هذا شوف اللاعبين وين يلعبوا في أقوى الدوريات الأوروبية، شوف مدارس التكوين حكى عليها مهدي بكري يعني مدرسة محمد السادس كيفاش تكون في اللاعبين منذ الصغر وتحضرهم باش يلقاو رواحهم في المناسبات الدولية الكبرى. فالحقيقة المنتخب المغربي حتى واحد فينا محط المنتخب المغربي يوصل للنصف النهائي، وكان يعتبر فقط الترشح هو بمثابة إنجاز تاريخي. خلي اليوم احنا نحكيه ربما في الاستوديو وكأننا نتعامل مع المنتخب المغربي كأنه في الند مع المنتخب الفرنسي ونحلوا الأسباب ويعني والأسباب لم تكن، وهذا في حد ذاته شرف، وهذا شرف والمستوى لم يكن متباعد إلى هذه الدرجة. رينا في عديد اللحظات المنتخب المغربي أحرج المنتخب الفرنسي وكاد بلغتنا يخطف شي بونت، ولكن لهنا يظهر الفينيش اللي هو متعود به المنتخب الفرنسي. شوية إذا كثرت الإصابات اللي تبعت المنتخب المغربي شوية الفيزيك قلقت برشا المنتخب المغربي وقلقت برشا حتى بعثرت نوعا ما أوراق
وليد الركراكي المنتخب المغربي شوف مش متعود راه بالتظاهرات الكبرى يعني المنتخب المغربي متعود يلعب ثلاثه مباريات كاس عالم ويغادر فان جيستيون تاع سته وسبعه مباريات في كاس العالم تتطلب افكتيف وتتطلب فلسفه جديده وحقيقه وليد الركراكي هاو سي اكتسب الخبره وانا متاكد ان المنتخب المغربي سيواصل بالنواه اللي ريناها في كاس العالم هذه التالق مازال مباراه المركز الثالث مع المنتخب الكرواتي اعتبر بمثابه يعني مثل اهميه مباراه نصف النهائي من حق المنتخب المغربي يلعب على المركز الثالث ومعني يدخل التاريخ اكثر الحقيقه وش انا توا شفت يعني في الريزو سوسيو كيفاش الجماهير التونسيه كيفاش يعني متشرفه بالمنتخب المغربي احنا الناس كل اش تعرف شنو اللي يلمنا حمزه من الاخر المقارنات علاش احنا مش هك انت في بالك اليوم ما عادش نتقارنوا بالمغرب ما عادش نتقارن اليوم ولينا حتى ترتيب عالمي حمزه هي لا بار ترتيب العالمي اليوم نحكيوا حتى استراتيجي حتى الوصول نتاع المنتخب المغربي لانه المنتخب المغربي الوصول راه نتيجه تاع خدمه لمده سنوات معناتها اليوم كنا في سنوات التالي نتقارنوا بالمنتخب المغربي ونقارنوا معناتها بطولتنا خير بطولتهم خير فرقنا خير فرقهم خير اليوم ولينا نحطوا المنتخب المغربي بيوت نحبوا نوصلوا للاسف يا حمزه نحبوا نوصلوا حتى 2010 المنتخب الاداره الفنيه خلينا نقول والاتحاد كره القدم في المغرب كان اخذ النموذج التونسي نموذج الإدارة الفنية التونسية ونموذج نموذج اتحاد كرة القدم التونسي اليوم نلقاو رواحنا بعد 12 سنة معناها الهوة اللي بيننا وبين منتخب المغرب كبيرة برشا اليوم المنتخب المغرب راهو تحكي على معناها ولا ينافس في ترتيب ثالث رابع معناها يتكلم على عالمية على تغيير كامل في عقلية اليوم فرض احترام الكل للمنتخب المغربي اليوم خلق ثقافة جديدة سواء معناها للكرة الإفريقية ولا الكرة العربية من جهة سواء حتى في فكر في الفكر التدريبي اللي فكر المدرب العربي مقارنة بالمدرب الأوروبي والنظرة الدونية اللي كانت معناها موجودة ولا النظرة الأفقية اللي موجودة بين المدرب العربي وبين المدرب الأوروبي اليوم وليد الركراكي أعطى صورة مشرفة لشخصه أعطى صورة مشرفة للمدرب العربي أعطى صورة مشرفة للكرة الإفريقية المنتخب المغربي ما بقالنا كان نرفعوا له القبعات مستوى تريزونورابل ما نجمو نقولوا كان برافو أسود الأطلس وإن شاء الله نشوفهم في الثالث تتويجا للي قاموا به في هالدورة الاستثنائية لكأس العالم واضح باش نرجع المقابلة حمزة المقابلة ممكن الهدف اللي جاء في الدقيقة الخامسة أربك حسابات رقراقي هدف ممكن زيدا لوج عليه ديدي ديشون الهدف هذا خاطر ديدي ديشون نعرفوه يقرأ برشا المنافس حرف اللي ممكن كباغة المنتخب المغربي في أول الدقائق ما عادش بشي قلقه في الماتش ما قعدش هو يجري باش يفرض لعبه على المنتخب المغربي خلى المنتخب المغربي بعد يجري وراء التعادل شوفنا المنتخب المغربي كي يبدا متأخر في النتيجة ماهوش هو بيدر المنتخب المغربي اللي يبدا معناها عامل صفر صفر وإلا يخلي الفريق المنافس يتحكم في مجريات اللعب المنتخب المغربي صحيح اليوم خسر اليوم ألم كبير المشجعين المغاربة شفنا الحزن على المشجعين المغاربة لكن لازمنا نرجعوا كما قال مهدي في طوال التعليق متاعو اللي المنتخب المغربي حقق قفزة نوعية كبيرة للكرة الإفريقية لأول مرة فريق في إفريقيا في دوري المربع في المربع الذهبي لكأس العالم يعني نحكيه على أربع فرق عالمية مش تقعد أنت أربع سنين من أفضل أربع فرق في العالم المنتخب المغربي اللي بطاقم تدريبي إفريقي محلي تدريبي مغربي محلي والرقراقي يكون كما قلنا البارح حمزة تذكر الرقراقي هو أول مدرب يعني لا ينتمي للقارة الأوروبية أو لقارة أمريكا الجنوبية يكون في المربع الذهبي قلنا المنتخبات السابقة اللي مش من القارة هذه هي كوريا الجنوبية ونحكي على الولايات المتحدة الأمريكية عام 1930 كانت مدربين أوروبيين هما جوس هيدينغ والمدرب الاسكتلندي عام 1930 المنتخب المغربي يؤكد بأنه باش توصل للعالمية لازم تمن بإمكانياتك لازم تمشي تلوج على لاعبينك البرة لازمك تزرع المحبة في المنتخب متاعك عند اللاعبين اللي حتى ما يحكيوش اللغة العربية كن ذكروا حكيم زياش عام 2017 وقت اللي ماركو فان باستن ليجوند في الكورة في هولندا يقولوا لازمك تكون يعني معناه نجم نقولوها تكون لعب أحمق باش تختار المنتخب المغربي على المنتخب الهولندي ونشوفوا عام 2018 المغرب تمشي لكأس العالم هولندا ما تمشيش لكأس العالم وعام 2022 ترتيب المنتخب المغربي أفضل من ترتيب المنتخب الهولندي المنتخب المغربي
كما حكيمي اللي فضل منتخب المغرب على اسبانيا، ونشوفوا المنتخب المغربي عنده موعد اخر مع التاريخ، مازال ما فيتش المغامره منتخب نهار السبت الاربعاء نتاع العشيه، الناس الكل زايده باش تستنى باش تشوف منتخب افريقي كامل الثالث. واضح مهدي. والله حبيت نتفاعل مع الاخيين في البلاتو، نحب نقول حاجه لسيباينا ما تنساش، راكراكي عطاها درس في كلمه الكفاءه، قال كلمه قويه برشا هي لا كومبيتونس. خلينا نكونوا واضحين، ريدا لا كومبيتونس هذايا، لا كومبيتونس اليوم الجامعه المغربيه والنوادي المغربيه تعطي في احترام وتقدير لشخصك انت وزملائك كل المدربين، منذ كبير في الرجال البيضاوي، لسعد الدريدي كان في يخدم في المغرب، عبد الحي سلطان يخدم في المغرب، اليوم نعطيك سكوب، الوداد البيضاوي تلوج على مدرب كانت عملت كونتاكت مع فتحي جبال، يعني الكفاءات التونسيه الكل قاعده تشتغل في المغرب، علاش اختاروا الكفاءات التونسيه؟ لان احنا نهربوا فيهم في حاجات. وهذا راه واقع، ماهوش يعني نرمي في الجيجيت با لي فلور، نعطيك في واقع، كورتنا اليوم عندنا كفاءات موجودين في المغرب. حاجه اخرى اللي عملوا الركراكي ما عملوش الناس كل اللي بك الكل، انا ما تنساش راه المنتخب المغربي قوي، كل ما مشى الكوب دي موند 2018 قوي، عام 98 قوي، كان قوي اقوى من تونس واقوى من الناس كلها، ما يصلش احنا خاطر عندنا خبيث التكتيك وكذا وكذا، لكن اللي عملوا الركراكي هو الميلانج بين اللي يعيشوا البرة واللي يعيشوا في المغرب واللي خذاه في تدريب الوداد وخذاه في تدريب في قطر، عاش المونتاليتي نتاع كيفاش يخموا في المغرب، وهو لاعب عنده 10 سنين يلعب في المنتخب المغربي، عرف كيفاش يعمل ميلونج هذايا، وقال كلمه بعد الكفاءه، قال كلمه قويه ياسر، قال راهو ما عندي 26 لاعب نعملهم كيف كيف، قال حكيم زياش واشرف حكيمي وكذا نعملهم مش كيف كيف، وهذايا حاجه واقع صحيح. واضح في كلمه تفاعل معاك بعد كلمه تفاعل صغير معاك باش نقول لك اللي اليوم بدل اول شيء ما عقليه معناها المدرب الشاب صحيح، لانه بدل عقليه ثانيه اللي هي خلينا نقولوا الخبره ولغه الخبره اللي يتكلموا بها الكل. ممكن باش نلخص في كلمه واحده باش نقول لا نبي في قومه، اليوم الكفاءات التونسيه موجوده في الدوري المغربي في وقت معناها خلينا نقولوا نهضه الكره المغربيه، في مقابل انه في تونس يتم الا التهميش والتعقير. واضح كلمة نهائي اليوم بين الأرجنتين وفرنسا. بصراحة نهائي مجنون، ما نجمش نتوقع نتيجة، يعني الأرجنتين وفرنسا هو موديل قطر موديل استثنائي بتم معنى الكلمة، ولو نتمنى أنا أفيش ما تجمش يكون أحسن في ملعب لوسيل، الأرجنتين مبابي ضد ميسي، جماهير الهبلة الأرجنتينية مع سرعات المنتخب الفرنسي، على الأقل نهار 18 باش نتمتعوا فينال، انا حقيقه الى حد اليوم ما نجمش نتوقع شكون باش ينتصر. واضح ماو كان نجم نعطيه بالعاطفه ولا ما انت بالعاطفه الارجنتين مش بالعاطفه. لا كان نجم نعطيه عنوان للنهائي هو من يحمل النجم الثالث. يعني فرنسا ذو القاب، الارجنتين ذو القاب، نهائي من اجل من اجل النجم الثالث، ويعني تصو يغزل النجوم يحكي يغزل خيالهم يعني لا ترسيرا لا ترسيرا ستريلا كما يقولوا في الارجنتين، او لا تخوازيام ايتوال بالنسبه للفرنسيين، من سيحمل النجم الثالث؟ انت ماكش ما تكون موجود معنا حتى كان عندنا بلاتو باش تكون مع سفاره الارجنتين مدعو هي انكدوت مدعو هي انكدوت. زوز فرق تشحوا فينال خسروا مع زوز فرق عربيه، الارجنتين خسرت مع السعوديه وفرنسا خسرت مع تونس. واضح باي مباراه، خليني نقول لك مباراه الارجنتين وفرنسا هي مباراه مبابي وميسي والبقال الافضل، وهز مبابي اليوم مبابي ورا اللي هو يهزم يهز فرنسا اكيد صحيح، كيما مبابي هز فرنسا كيما ميسي اليوم في عمره معناها وفي الاداء اليوم الترشق ميسي اليوم في هيك كاس عالمي درجه هذه. اكبر معناتها ميسي كيف يظل اون بيس معناتها الارجنتين تكون خارج الحسابات، لكن مرات شفنا في مباريات معناتها مبابي خارج الحسابات والفرنسا كانت تلقى جيرو تلقى كريزمان في المقابله. فرنسا علاش فرنسا؟ لان من 2018 بنفس النسق المباراه الوحيده اللي ما احترمتهاش في الكوب دوروب مع سويسرا كانت ربحت 3-1 وبدا يعني العرض هذاك واللي صار الكل في المباراه هذه خسرته فريق قوي للامانه وعنده ستاتستيك كبير ياسر، فريق القرن 21 قلناها البارح، الفريق الوحيد حمزه اللي في القرن 21 عام 3 وعلاش هذا الكل حمزه؟ نرجعوا لاكاديميه تاع محمد السادس، نرجعوا كلي فونتيل، نرجعوا لبرشا مركز تكوين، ليون كانت مركز تكوين الاول على 5 سنين، موناكو كيف جمعيات خدمه عندها 20 سنه في سنين باش وصلت لهنا. وهل سيسجل التاريخ انه فرنسا تحرز كاس العالم وتنهزم في مباراه وحيده هي امام مباراه المنتخب التونسي؟ ان شاء الله على الاقل نخرج انا نتصور نتوجدوا في التاريخ حتى من الانكدوت هذه. انا نتصور كان المنتخب الفرنسي خرج باش يخرج لنا يعني اطار من الجامعه فزنا على بطل العالم. شوفوا لك فزنا على بطل العالم. واضح يعطيكم الصحة، وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، ميرسي يعطيك الصحة وسعيد جدا ديما بتواجدك معنا بيرم مختاري،
احمد بريش يعطيك الصحه. سعيد جدا صديقي وزميلي بتواجدك حماو. كيف كيف صديقي مهدي العيادي مشكور. بلف مشكور على التعليق. شكرا من باريس لبيرم الكنيسي. من كازا وسيم عمدروس. من بريكسيل صديقنا محمد علي. شكرا لقيس ابنينا. شكرا لكل خلينا نقولوا اللي وقفوا على الميسيون هذه. عاطف الاخراج شكر كبير 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 للأريجة اللي تعبت برشا اليوم معانا في الـ في الـ في الاعداد نتاع البرنامج. شكرا ويام في الاي اف ام تي في. عبير كيف كيف شكرا زميلتنا. شكرا لكل العاملين على نجاح هذا البرنامج. ان شاء الله نرجع لكم في مواعيد رياضيه اخرى. كان معكم حمزه مغير بكوتي ميكروس. بحال خير. تشاو تشاو الناس كلها. انتم تسمعوا في برمجه خاصه بلقاء المغرب وفرنسا على اي اف ام احلى راديو. فرصه مروك.